حضرتك اشتريت الأضحية خلاص وناوي تسبح. ركز معايا النهاردة كده عشان تعرف مين اللي يسبح وشروطه إيه والحيوان المذبوح شروطه إيه. بعد ما تسبح الأضحية مسموح لك بثلاث حاجات وممنوع عنك حاجتين. صل على النبي صلى الله عليه وسلم وركز معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا في يوم العيد فرحانين جدا خلاص هنذبح الأضحية. يلا هات اي حد عشان يذبح لنا وخلاص. لا طبعا مش اي حد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم كده وركز، لان ربنا قال لك في القران حرمت عليكم الميته، يبقى الحيوان علشان يحل اكله لابد ان الحيوان ده يذبح ذبحا شرعيا، والذبح الشرعي علشان يتحقق لابد من امرين، شروط في الذابح، الشخص اللي بيذبح، وشروط في المذبوح اللي هو الحيوان المذبوح. أما بالنسبة لشروط الحيوان المذبوح أول شيء لابد أن يكون حي وقت الذبح يكون حي بالفعل فما ينفعش تذبح ميتة لأن الميتة يحرم أكله ولا كل ما مات قبل الذبح زي النطيحة وزي الموكوذة وزي المتردية أي التي وقعت من مكان عالي إلى مكان منخفض وماتت ولا غير ذلك من الحيوانات الميتة قبل الذبح رقم اثنين أن يكون الموت حصل بسبب الذبح فعلياً بمعنى الروح خرجت مع الذبح الى نهايته. ثالثا الا يكون المذبوح من صيد الحرم، ربنا يرزقنا واياكم حج بيت الله الحرام والعمره الى بيت الله الحرام فما ينفعش ابدا ان تذبح من صيد البر في الحرم، لقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال ايضا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. دي كده شروط الحيوان المذبوح، أما الذابح بقى اللي هو حضرتك أو الجزار أو الشخص اللي حجبه يذبح لابد أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أولاً أن يكون عاقلاً، عاقل يعني فاهم، عنده إدراك، مش مهم يكون بالغ أو غير بالغ، فيجوز حتى ذبح الصبية حتى لو كان غير بالغ بس مميز، يعني عارف يذبح إزاي وبيقول إيه، يبقى أولاً لابد أن يكون عاقلا فلا يجوز المجنون انه يذبح ولا يجوز للسكران انه يذبح ولا يجوز للصبي غير المميز الذي لا يدرك انه هو يذبح ده الشرط الاولاني ان يكون عاقلا الشرط الثاني ان يكون مسلما او كتابيا مسلما وعارفنا كتابيا يعني يهودي أو نصراني يعني يجوز لو جاري مسيحي أو يهودي أنه يجي يذبح للأضحية يجوز ما فيش أي مشكلة وإنت ساعتها تقول بسم الله أول ما هو يجي يذبح وتأكل منه لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى حل لكم هتقول لي طب ما هو ما بيسميش ما بيقولش بسم الله حضرتك انت قول بسم الله وقت الذبح او قول بسم الله وقت الاكل اما الشرط الثالث في الذابح أن يكون غير محرم بحج أو عمرة، لأن زي ما قلنا لا يجوز صيد البر في الحرم، كذلك لا يجوز أن يكون الذابح محرما بحج أو عمرة، لقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما الشرط الرابع من شروط الذابح أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة ويسمي فيقول بسم الله. يقول بسم الله الله أكبر المهم أن يذكر اسم الله تعالى والتسمية على الذبيحة وقال العلماء بأن ذلك واجب على القادر المتذكر يعني اللي يقدر ينطق التسمية ومتذكر للتسمية لكن ذهب فريق من العلماء إلى أن التسمية وذكر اسم الله على الذبيحة مستحب وليس بواجب بدليل أن ربنا ألف القرآن وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم يعني اهل الكتاب ما بيقولوش بسم الله على الذبيحه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انا اكل من طعام اهل الكتاب يا رسول الله قال كلوا قالوا لا يسمون يعني ما بيذكروش التسميه عليها فقال سموا وكلوا يعني وقت الاكل قل بسم الله بس بشرط ان يكون اليهودي او النصراني ذبح لله عشان كده الشرط الخامس الا يهل يعني الا يذبح الذبيحه لغير الله لا يذبح لصنم لا يذبح لاجل القبر الفلاني لا يذبح لاجل كذا او كذا انه بيذبح لله وفقط قال الله تعالى في انواع الذبائح المحرمه وما اهل لغير الله به يعني ذبح لغير الله تعالى فلا يجوز الاكل منه هذه شروط الذابح وشروط الحيوان المذبوح بقي الواسطه بين الذابح والمذبوح ايه هي الواسطه دي اللي هي الاله المستخدمه في الذبح الاله لابد ان تكون قاطعه سواء كان من الحديد او من غيره المهم ان تقطع الودجين الودجين يعني عروق الدم مع الحلقوم مع المري والا تكون سنا ولا ظفرا ولا عظما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام هذه الامور الثلاثه في الذبح كده عرفنا شروط الذابح شروط المذبوح شروط الاله المستخدمه في الذبح وبكده يبقى عرفنا كيف تذبح جيداً، لما حضرتك تضحي وتسبح الأضحية مسموح لك بثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لك، قال: كلوا وادخروا وأطعموا. يعني إيه كلوا وادخروا وأطعموا؟ يعني كل جزء من الأضحية، وادخر جزء آخر، وأطعم جزء ثالث للفقراء والمساكين، والأمر زي ما قال جمهور العلماء الأمر هنا للندب، يعني للاستحباب. مش واجب على حضرتك فلو عايز تتصدق بها كلها تصدق ولو عايز تتصدق بنصفها وتعطي للفقراء براحتك ولو عايز تأكل النصف وتدخر جزء وتتصدق بجزء مفيش مشكلة عايز تقسمها تلت وتلت وتلت برضه مفيش مشكلة كل الأمور دي مندوبة لحضرتك افعلها وعلى قدر ما تعطي الفقراء والمساكين هيكون أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جداً وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ما بقي من الشاه؟ يعني بعد توزيعها فقالت ما بقي إلا كتفها أي وزعتها كلها إلا الكتف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها وذهب كتفها الجزء اللي هتاكله ده هيتهضم وبعد كده يروح لحاله لكن الجزء اللي هتطلعه للفقراء والمساكين هو ده الباقي عند الله سبحانه وتعالى يبقى أكله وأطعمه وادخروا دي الثلاثة أمور اللي تجوز لحضرتك في الأضحية لكن في أمرين مهمين جداً لا يجوز لك أبداً أنك تعملهم في الأضحية وإلا هتنقص أجرك وربما تضيع ثوابك الأمر الأول لا يجوز لك بيع أي شيء من الأضحية لا ظفر ولا قرن ولا لحم ولا عظم ولا جلد ولا اي شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا لحوم الهدي والاضاحي ولكن استمتعوا وكلوا وتصدقوا ولا تبيعوا، اي لا تبع اي شيء منها، اما الامر الثاني اللي لا يجوز لك انك تفعله في الاضحيه ان تعطي جزء منها للجزار او للذابح على انه مقابل الذبح. ما ينفعش ابدا الجزار اللي جاي يسبح لك هياخذ اجر او فلوس فتعطيه كيلو او اتنين كيلو من الاضحيه على انه مقابل الذبح يجوز انك تعطيه لو كان فقيرا على انه جزء من الصدقه اللي بتتصدق بيها لكن لا تعطيه على انه ثمن او مقابل الذبح ده لا يجوز ابدا المال تعطيه منين تعطيه من مال حضرتك الخاص بعيدا عن الاضحيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا علي بن ابي طالب بكده وقال له ولا تعطي في جزارتها شيئا، يعني لا تعطي للجزار اي شيء منها على انه مقابل او اجر الذبح. دي كده الامور اللي حضرتك ممنوع منها في الاضاحي يوم العيد. هتقول لي طب انا ببيع جلد الاضحيه وبتصدق بيه، لا حضرتك ما تبيعش اي حاجه، انتفع بيه كما تشاء، اديه هديه لحد كما تشاء، اخرجه لمسجد كما تشاء، تصدق به كما تشاء، لكن لا يجوز لك ابدا ان تبيعه لاحد. اعطي لمؤسسه خيريه اعطي للفقراء اعطي لي المساكين، انتفع به في حياتك الشخصيه لكن لا تبع اي جزء من الاضحيه حتى ولو كنت ستتصدق بثمنه اغلق باب الشبهه وريح بالك وعقلك واجعل اجرك كامل عند ربنا والسلام